لقاء القمة رقم 113 في بطولة الدوري وفوز النادي الأهلي 2-0 على نادي الزمالك النهاردة وانفراد النادي الأهلي بالقمة تماما برصيد 45 نقطة. هنعرف التفاصيل النهاردة ونتكلم في الناحية الفنية للمباراة. والنهاردة بادئ حلقتنا باتنين من نجوم الكرة المصرية واتنين محللين من خلال قناة النهار رياضة، الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن جمال حمزة. من بداية الحلقة كده بقى أهلي والزمالك استعداد خاص، ويعني بنقول لك يا كابتن وليد مبروك. انت ايه هنعمل ايه بقى؟ مبروك يعني مش اول مره، عادي. مبروك يا كابتن وليد. انا لبستوه اسود انا وجمال. لا 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 مبروك كابتن وليد، ربنا يخليك كابتن كريم. مبروك للنادي الاهلي طبعا. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعيبته. هارد لك لنادي الزمالك، فريق كبير، لجماهيره وجهازه الفني القدير ولاعيبته الاكفاء ومجلس ادارته. انا بحيي المستشار مرتضى منصور ان هو نزل وسلم على الكابتن حسام البدري، حاجه يعني لفته رائعه، وقال مبروك للنادي الاهلي وقال ان يهمنا جدا منتخب مصر في الفتره اللي جايه، حاجه رائعه بصراحه. واجواء يعني انا عارف انت هتدخل فيها، لكن الف مليون مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك.